دي النهارده كلامنا وحلقتنا بمباراه النادي الاهلي وانفي امبارح في الدور نص النهائي من بطوله كاس مصر وتاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه للمره الثانيه ليه على التوالي والمره ال 55 في تاريخه بعد ما فاز بثلاث اهداف دون رد. طبعا فوز مستحق جدا سجلهم نجم الفريق التونسي علي معلول في الشوط الاول من ضربه جزاء صنعها المالي اليو ديانج وسجلها علي معلول، وفي الشوط الثاني اضاف الفرنسي انتوني مودست الهدف الثاني واول هدف ليه مع النادي الاهلي، واختتم الاهداف تاجر السعاده الجديد لجمهور النادي الاهلي امام عاشور وده كان في الدقيقه 86 من عمر المباراه. المباراه امبارح ابتدت حماسيه جدا جدا، فرض المدرب مارسيل كولر اسلوب لعبه بشكل كامل برغم ظهور لعيبه انفي على فترات بشكل كويس جدا. شوط اول اهلاوي تماما انتهى بهدف لعلي معلول، وبعد كده في الشوط الثاني يعني كان شوط ممكن نقول عليه شبه متوازن، لكن هدف مودست في بدايه الشوط حسم الامور تماما وكان يقدر كمان ان هو يسجل هدف تاني من اسيست لمجدي قفشه. وفي الدقيقه 67 شفنا مستر كولر بيلعب بالثنائي امام عاشور والمهاجم التونسي محمد الضوي كريستو بدل حسين الشحات وبيرسي تاو، وطبعا دفع كمان باحمد نبيل كوكا بدل محمد مجدي قفشه، وقبل نهايه المباراه دفع بالثنائي محمود كهربا وطاهر محمد طاهر بدل من انتوني مودست ومروان عطيه في الدقيقه 85 من عمر اللقاء. وكان يقدر اكيد النادي الاهلي ان هو يسجل اكتر من ثلاث اهداف خصوصا بعد ما نزل كهربا وامام عاشور، وواضح كمان ان مستر كولر عايز ان هو يوزع مجهود اللعيبه على كل المباريات لان هو طبعا عنده اكتر من بطوله اكيد ابرزها قريب جدا بطوله دوري السوبر الافريقي. فاز النادي الاهلي واتاهل لنهائي كاس مصر عشان يكون بيستنى الفايز من مواجهه الزمالك مع بيراميدز، وواضح كمان ان احنا يعني هنكون قصاد نهائي قوي جدا جدا جدا. فهل هيكون النهائي ده زي السنه اللي فاتت ما بين الاهلي وبيراميدز، ولا زي السنه اللي قبل اللي فاتت ما بين قطبين الكوره المصريه نادي الاهلي ونادي الزمالك؟ اكيد يعني هنتابع وهنشوف في الايام اللي جايه.